صباح الخير، احنا رايحين امتحان اسمه امتحان مصادر تاريخية. معايا حمودة رفيقي من ابتدائي. امتحن المادة وانا في طريق الجامعة، جامعة حلوان. يعني نوعا ما مذاكر، بس يعني ربنا يستر وانجح. المفروض بقى ان احنا هناخدكم معايا ومع حمودة لو كان موجود في الجامعة بعد ما نخلص الامتحان وكده، ونكمل بقى اليوم. يب، اشوفكم في المترو، عشان احنا بنروح بالمترو اسرع ابطأ مواصلة في مصر. بس وصلنا شارع شبرا نوعا ما بسرعة، وقدامنا المترو. المترو اهو، المفروض اشيل الكاميرا دلوقتي وشوفكم لما نركب. الو، قبل ما نروح الامتحان جبت سانتوب وجبت شوكولاتة مارس، وحاليا نازلين المترو بس مستنيين واحد صاحبي. بس هنحط الكاميرا بقى ونبدا التصوير، او نبدا نبدا عامه يعني. وهنا كنا وصلنا الجامعة، بس ما كنتش عارف اصور لان كان في ناس كتير قوي زي ما انتوا شايفين. فبس يلا خلينا نكمل. طيب احنا وصلنا الكلية، المفروض ان احنا نروح نمتحن دلوقتي، يعني رايحين على مكان اللجنة. بس فالمفروض اخلص الامتحان ونشوف انا عملت ايه. ان شاء الله الامتحان يجي سهل يعني. فدعولي، وغالبا التصوير ممنوع هنا، فهنوقف شوية لحد ما نعرف التصوير ممنوع ولا مش ممنوع. بس see you after the exam. خلصت الامتحان وكان نوعا ما بشع، ف مش عارف انا هحلك كويس ولا لا. بس حاليا احنا خارجين يعني من الجامعة، وبس نشوف بقى في النتيجة انا حليت كويس ولا حليت وحش ولا حليت ازاي بقى. بس فاحنا حاليا رايحين نجيب الملازم من عند عم ربيع. عم ربيع اوكي، اللي ظهر مرة واحدة دوت ده احمد عز، معايا في الكلية وزميلي في اللجنة، سو شركاء تمام. بتاع الملازم هو الصبح الدكتور وبعد الظهر عم ربيع. بس كده الصبح بيشرح وبعد الظهر بعد المكتبة. بس وبعد كده نروح بقى. سيو بير. رحت جبت الملازم ودخلت المترو ونمت، وده الجاب اللي حصل. نكمل بقى. وحاليا انا مروح، بس اشوفكم على خير في المادة الخامسة ان شاء الله. اوكي، حاليا انا روحت البيت. شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو دوت، وان شاء الله نكمل فيديوهات في المستقبل، واشوفكم في المادة اللي جاية ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو انتوا على اليوتيوب، وشير لو فيسبوك او تيك توك او اي حاجة كان معاكم. زين، سلام.